محاضرة دخلنا موضوع المخاتير، وصلتنا من رؤساء الوحدات الإدارية تصرف لهم المكافأة المالية المخصصة من تاريخ مصادقة مجلسنا. يعني اليوم راح نصادق جملة على 550 إذا ارتأيته، وضمنا بالقرار مالنا بالتخويل هذه اللجنة، وتمضي الأمور حتى ما نوقف عمل المختارين. كثير من المشاكل التي يعني علمنا بها من خلال مناشدات المتقدم من خلال المختارين والمواطنين، موضوع المختارين هو موضوع كبير ومتشعب ويحتاج الى متابعه وتنفيذ وتصويت باستمرار. نحن فقط نصادق على الاسماء، وللمحافظ صلاحيه الاعتراض على قرارات المجلس او حتى على قرارات اللجنه اللي راح نحولها. بالنسبه للاسماء اللي موجوده حاليا اللي جناب الوكيل قسم انها 560 صارت 600 تقريبا. 560 مع اليوم 600 اسم مصدق. فاللجنه ملزمه خلال 3 ايام تصدر القرار النهائي بهذه الاسماء، مصادقه على الاسماء. الجلسة 18 التي كان فيها 4 مواضيع مهمة بالنسبة لمحافظة نينوى، وهي اللي من ضمنها موضوع المختارين والمنافع الاجتماعية، هي اللي هذه المنافع اللي تخص مناطق قيارة والانبعاثات الغازية عن الشركة النفطية اللي موجودة هناك، والخطة اللي راح تضع لمدة 3 سنوات. شكلنا لجنة كمجلس محافظة نينوى من السادة الأعضاء من المجلس حتى يناقشون المشاريع اللي تخص قيارة هنا في منطقة لخدمة المنطقة، ومشاريع هي التي راح تكون من ضمنها مستشفيات وشوارع والأمور تخص المنطقة ونواقص المنطقة. بالنسبة لموضوع المختارين شكلنا لجنة هم بنفس الموضوع، واللجنة مخولة حاليا هي اللي راح صوتنا انه راح يكونون هم المسؤولين ورأسا يرفعون كتاب الى رئاسة المجلس، ومن ضمنها رئاسة المجلس راح توجه الى المحافظة باختيار المختارين في كل من حسب منطقته. موضوع الاحمال هم صوتنا على الموضوع الاحمال اللي عندنا مخالفات اللي قاعد تصير بالنسبة للسواق التريلات والشاحنات اللي تأثر على الشوارع، فهذه الموضوع أخذنا قرار بأنه تكون الأحمال خارج المدينة حتى تقلل من هذه الضرر بالنسبة للشوارع. بالنسبة لمواضيع اللجان اللي كانت يعني معطلة لفترة من بداية المجلس لحد الآن، هي 5 لجان الحمد لله اليوم كملناها، وإن شاء الله العمل ساري في المجلس. كما أشكر الأخوة في جميع الكتل اللي حضروا اليوم معنا على المجلس في هذا المجال، واليوم كانت جلسة هي للمنافع العامة لمحافظة نينوى، وأشكرهم لحضورهم، وإن شاء الله تكون هذه بادرة خير لمجلس محافظة نينوى. بالنسبة للوحدات الإدارية، إحنا القرار موجود، لكن إحنا حاليا نبحث على التوافق السياسي بين الأخوة، وإن شاء الله التوافق يعني شبه حصل إن شاء الله، فممكن أكو خلاف فقرة أو فقرتين إن شاء الله هم راح نمضي بها إن شاء الله، هذه ما يعني إن شاء الله تكون مستوفية. إحنا عملنا كان شبه معطل، لكن إحنا ما ردنا نمضي بدون التوافق السياسي. الآن الأخوة جو حضروا المنافع العامة لمدينة الموصل، فهذا أشكرهم على جميع الكتل. يعني أحب أطمن جميع الناس، إحنا الحمد لله في محافظة نينوى ماكو ميليشيات خارج عن القانون، أما الموجودين كلهم من الجهات الأمنية كلها جهات رسمية وقانونية، ماكو عندنا ميليشيات متسلطة على الحكم أو هذا وجهة نظر شخص ما أنا ما أعرف منه ولا سامع هيش تصريح، فهي وجهة نظره هو إذا يوصف الجهات الأمنية بالميليشيات فهذا يعود له. بالبداية أشكر هيئة الرئاسة لتفهمها وانعقاد الجلسة بصورة سلسة. إحنا قدمنا طلب كونك رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بخصوص المنافع الاجتماعية للحق اللي موجود في ناحية القيارة. الحقيقة المبلغ مو قليل، المبلغ 10 مليون دولار سنويا لمدة 3 سنوات، تعتبر خطة ثلاثية يعني 30 مليون دولار. المنافع الاجتماعية تخص طبعا قطاع الصحة وقطاع التربية والقطاع البلديات والبيئة. اليوم احنا ناقشنا هذا الموضوع في مجلس المحافظة بحضور كل الأعضاء
لانه هذه منفعه عامه، منفعه مو شخصيه. من المعيب ان نقاطع على هيك على هكذا مواضيع تخص المحافظه. اما الرجوع يعني بصوره عامه، احنا لحد الان ماكو اي شيء خلاف قوي، الخلاف مثل ما تفضل السيد الرئيس بانه على خلاف على نقطه واحده او نقطتين، ان شاء الله تحل الامور باقرب وقت ممكن.